السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الإنجليزي أسهل مع ميس عزة. لو أول مرة تشرفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. حبيبي سنة تانية، النهاردة بإذن الله هنكمل يونت 8، هنشرح ليسون 6. أول حاجة هنا بيقول لي فونكس. فونكس طبعا إيه؟ الصوتيات. هنعلمنا النطق إزاي؟ هنتعلم حرف إيه؟ أو أي، حرفين اللي لما بيجوا معايا أو أي. أوي أوي، كوين، اويل، سويل، بوين. تاني، كوين، اويل، سويل، بوين. بعد كده عندي حرفين الاو واي. الاو واي هيتنطقوا ازاي؟ توي، بوي، اوي، اوي. يبقى هنا حرف الاو واي طبعا هي لونج او، والاو اي برضو لونج او، يبقى هنقول اوي اوي، تويز، بوي. لوك ريد اند نمبر. اول حاجه بيقول لي هنقرا الكلمه ونشوف الصوره المناسبه ليها. كوين هنا نكتب نمبر 1، بوي ولد 2، اويل هنا 3، سويل تربة نكتب هنا 4. نكمل. لوك ليسن اند سيركل. اويل طبعا فين الاويل؟ هنا نحط عليه دايرة. الزيت. تويز يعني ايه؟ لعب، نحط عليها سيركل. سويل تربة نحط على سيركل. بوينت يعني يشير، هنا نحط سيركل. بعد كده ليسن سيركل اند رايت، طبعا هنكتب بوي ناقص حرفين الاو اي ولا الاو واي؟ طبعا بوي او واي. تويز او واي برضو. بعد كده هنا اويل يبقى او اي، نكتب هنا الاو اي. بعد كده كوين او اي، سويل او اي، بوينت برضو الاو اي ونكتبها هنا. السؤال اللي بعده لوك اند سكرامبل اند رايت، هنشوف ونكون ايه الكلمة. كوين سي او اي ان، بوي بي او واي، سويل اس او اي ال، اويل او اي ال، تويز جي او واي اس، بوينت بي او اي ان تي. نكمل. look at the picture and complete with، طبعا هنشوف الكلمات اللي موجودة عندي ونكمل بيها. point at the، نقط. point at يعني شير الى، هنشير الى ايه؟ طبعا اللي هو في الصورة عندي هنا oil، يبقى هنشيل كلمة oil من هنا ونكتبها هنا oil. the boy has a، الولد عنده ايه؟ toy لعبة، طبعا نكتب هنا كلمة toy يعني لعبة. بعد كده الكوبي نكتب بخط جميل the boy has a toy، كمان مرة the boy has a toy. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة، هو سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل. هنكمل كمان lesson 7. يلا نشوف الكلمات اللي عندي. هنا بيقول لي materials. materials يعني المواد الخام، كمان مرة materials m a t e r i l a l s، كمان مرة m a t e r i a l s materials. ايه الماتيريال؟ يعني المواد الخام اللي موجودة عندي. يلا نتعرف عليها. plastic. plastic p l a s t i c plastic. ايه كمان عندي؟ glass. glass يعني الزجاج، glass. بعد كده عندي هنا paper. paper p a b e r paper يعني ورق، paper. وفي كمان عندي metal، معدن. metal m e t a l. يبقى المواد الخام اللي موجودة عندي plastic. plastic plastic يعني glass يعني زجاج، paper يعني ورق، وكمان metal يعني معدن. تعالوا بقى نتعرف مع بعض على الحاجات وبتكون مصنوعة من ايه. تعالوا نشوف الحاجات اللي مصنوعة من البيبر. بيبر يعني الورق. ايه الحاجات اللي موجودة حوالينا يا ولاد وبتكون مصنوعة من الورق؟ نوت بوك يعني الكراسة. نوت بوك، بوك، بيل. طبعا يبقى الثلاث حاجات دول بيتكونوا من ايه؟ من ورق. الخامة بتاعتهم عبارة عن بيبر، ورق.
بعد كده في هنا عندي ايه كمان، الميتال. ميتال يعني معدن. تعالوا نشوف ايه الحاجات المصنوعة من المعدن. بوت، بوت يعني حل او اناء. شاربينر، شاربينر يعني البراية بتاعتنا برضو بتكون مصنوعة من الميتال، معدن. اس اتش اي ار بي اي ان اي ار، اس اتش اي ار بي اي ان اي ار، وطبعا خدناها قبل كده. شاربينر. كان، كان، كان يعني العلبة اللي هي الصفيح دي بتكون مصنوعة من الميتال، معدن. يبقى احنا عندنا البيبر مصنوع منه ايه؟ البوك، نوت بوك، بيل. بعد كده الميتال، المعدن، مصنوع منه البوت، حلة او اناء، شاربينر، وكمان كان. نكمل. ايه الحاجات المصنوعة من البلاستيك عندي؟ بلاستيك، بلاستيك. باج، باج يعني الشنط والاكياس اللي مصنوعة من البلاستيك موجودة عندنا. رولر، المسطرة. رولر، توي، لعبة الاولاد الصغيرين بتكون مصنوعة من البلاستيك. خلاص يبقى البلاستيك بيكون ايه الحاجات المصنوعة منه؟ باج، رولر، توي. جلاس، الحاجات المصنوعة من الزجاج. جلاس اللي هي الكوب الزجاج، كوباية الزجاج. ويندو، والويندو الشباك. Look, read and trace. A book is made of paper. خلي بالك كلمة مصنوع من يعني made of، مصنوع من، made of. A book، الكتاب، is made of paper، مصنوع من الورق. A bill is made of paper، العملة الورقية كمان بتكون مصنوعة من الورق. A coin is made of metal، الكوين العملة المعدن بتكون مصنوعة من الميتال. بوت از ميد اوف ميتال، بوت الحلة او الاناء بيكون مصنوع من الايه يا ولاد؟ الميتال، معدن. جلاس از ميد اوف جلاس، يعني الكوباية الازاز بتكون مصنوعة من الجلاس الزجاج. جلاس از ميد اوف جلاس. ويندو از ميد اوف جلاس، ويندو الشباك كمان بيكون مصنوع من الجلاس. A toy is made of plastic. A toy is made of plastic. اللعبة بتكون مصنوعة من البلاستيك. A bag is made of plastic. bag الشنطة. A bag is made of plastic. يلا بينا نحل الأسئلة. Look, read and number. هنقرأ الكلمة ونشوف أنهي صورة المناسبة ليها. Plastic، بلاستيك يعني إيه الحاجات المصنوعة من البلاستيك؟ هنا نكتب 1. بيبر ورق، هنا 2. ميتال معدن، هنا 3. جلاس يعني زجاج، نكتب هنا ايه؟ 4. لوك ليسن اند سيركل. نوت بوك يعني كراسه، نحط عليها هنا دايره. سيركل. بوت يعني اناء او حله. سيركل. كان علبه صفيح، نحط عليها سيركل. جلاس يعني زجاج، نحط عليها سيركل يعني دائره. يلا نكمل اللي بعده. بلاستيك، ناقص هنا عندي حرف الاي. بيبر، ناقص هنا عندي حرف البي. ميتال، ناقص حرف الاي. جلاس، ناقص حرف الاي. نرتب الحروف ونكون كلمة. لوك اند سكرامبل اند رايت. بوك بي او او كي. جلاس جي ال اي اس اس. كان سي اي ان. بوت بي او تي. كوين سي او اي ان. ميتال ام اي تي اي ال. ميتال معدن. نكمل. بلاستيك جلاس ميتال بيبر. طبعا هنشوف نقرا الجمله ونشوف الكلمه اللي ناقصه نختار من فوق. ابوت از ميد اوف. بوت يعني الاناء بيكون مصنوع من الايه؟ ميتال معدن. نكتب هنا A glass is made of. الكوباية الزجاج بتكون مصنوعة من ايه؟ glass. نكتب هنا كلمة glass. جي ال اي اس اس. اللي بعده. A book is made of. الكتاب بيكون مصنوع من ايه يا ولاد؟ paper. يلا نكتب هنا paper، ورق. بي اي بي اي ار. A ruler is made of. المسطرة اللي بنسطر بيها بتكون مصنوعة من الايه؟ بلاستيك. كلمة بلاستيك نكتب هنا بي ال اي اس تي اي سي. بلاستيك. choose the correct word. اول حاجة هنختار الكلمة الصحيحة ونحط عليها طبعا دايرة. A book, a notebook is made of paper ولا glass. notebook الكراسة بتكون مصنوعة من البيبر، نحط هنا سيركل. A toy ولا glass is made of plastic. بلاستيك الزجاج، يبقى ايه اللي بيكون مصنوع من الزجاج؟ توي لعبة. A boot is made of paper ولا metal. طبعا metal اناء بيكون مصنوع من الميتال معدن.
شاربينر ولا ويندو از ميد اوف جلاس، اللي بيكون مصنوع من الزجاج، ويندو شباك. اللي بعده A coin is made of metal. A coin العملة المعدنية بتكون مصنوعة من المعدن. يبقى تاني A coin is made of metal. A bill is made of paper. كمان مرة A bill العملة الورقية اللي هو الجنيه الورق والعشرة جنيه وكده. Is made of paper. بيكون مصنوع من البيبر الورق. طيب السؤال اللي بعده copy the following sentence a bag is made of plastic. a bag is made of plastic يعني الشنطة بتكون مصنوعة من بلاستيك. نحفظ الجملة دي كويس وطبعا نكتبها بين السطرين بخط حلو جدا، الحرف الكابيتال الكتب كبير وفي الاخر نحط النقطة بتاعتنا الخط بين السطرين عشان ناخد درجة الخط كاملة. واحنا كده خلصنا اليونت 8 كله. بعد كده ان شاء الله باذن الله هنعمل عليه مراجعات كتير قوي لحد لما نحس ان احنا خلاص اليونت ثبت في دماغنا كويس وحلينا عليه اسئله كتير ونعمل كمان امتحانات عليه وننقل بعد كده على اليونت اللي بعده. لو عجبك الفيديو اوعى تنسى تدوس لايك واشتراك في القناه، واحنا هدفنا التفوق وليس مجرد النجاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.